طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في سؤال أو سؤالين هقولهم عشان نكمل النقاش اللي احنا بدأناه قبل الاستراحة، وبعدين بعد كده هنشوف منكم كلكم ايه هي رؤيتكم للي احنا اتكلمنا فيه في الحلقة أو في المحاضرة اللي فاتت. هل السؤال هو هل العمل في المجتمع المدني وهل العمل الإنساني مهنة أو حرفة أو تطوع أو عفوية؟ هل العمل في المجتمع المدني أو العمل الإنساني مهنة أو حرفة أو تطوع أو عفوية؟ تفضل تعال هنا. برأيي العمل في المجتمع المدني هو تطوع، يعني ما هو شرط أكون موظف في مركز ما لحتى أعمل، قد أستطيع أعمل في الجامعة، أعمل مع منظمات معينة متطوع، يعني ما شرط يكون أنا عندي مهنة أو مسلك أعمل فيه، أستطيع العمل عدة جوانب. من وجهة نظرك أن العمل في هذا المجال هو تطوع، حد لي رأي تاني؟ تفضل. العمل التطوعي قد يكون أيضا مهنة وقد يكون تطوع وقد يكون أيضا يعني حرفة، قد يشمل عفوية، نعم قد يشمل كل هذه الجوانب. طيب العمل التطوعي قد يشمل كل هذه الجوانب، في رأي تاني؟ تفضل. لا هتيجي تتكلم أنت، معلش بي 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 بيقول وجهة نظره دافع عنه. بداية ما قلت مهنة لأنه أعرف كثير من الأشخاص لو هو ما موظف في عمل ما يقضى عليه راتب فهو ما بيعمل، لهيك أنا قلت تطوع، يعني ما هو شرط تكون موظف. وضح حالي كده لأن أنا فهمي مش فهمي بسيط. أعرف ارفع صوتك كده عشان أسمعك. أعرف بعض الأشخاص يعني إذا ما هو موظف ويتقاضى راتب وكذا فلا ما بيعمل. طيب. لهيك أنا قلت تطوع يعني. يعني أنت قصدك مهنة ولا تطوع؟ طبعاً تطوع. تطوع. طيب هو مصر على رأيه. ها تفضلي. انت افصحتي شيئا فاكمليه. بس على انه كل الجوانب لا هو ما ياتي عفويا، عفويا ما اتوقع ياتي عفويا، لكن هو فعلا مهنه وهو حرفه يحتاج للاحتراف في العمل الانساني. طيب اختي بتصر ان هو مهنه وحرفه، يعني الحاجات الثانيه دي يعني ايه ده في رايها؟ تطوع بحباح يعني زي ما اتكلم في كل اربع مجالات، هي بتقول لا هي مهنه وحرفه. لحد دي راي ثاني تفضل. ها ده أخوك. انا مش عارف والله انتوا بتقسموا عليا ولا ايه. انت متاخر والمحاضره، بس هو دخل على طول الصباحيه اقصد للدكتور. طيب ها هو اصغر منه وتجوز وعنده زيد هو هيجيب عمر ده تمام قابلني. تفضل. يعني لا مانع من بعض المؤسسات ان تستفيد من اصحاب الخبر والمهنات، مثلا يقيمون مشروع أو برنامج مثلاً بناء مخيمات أو بناء تجمعات سكنية، فاستفيدوا من أصحاب هذه الخبرة على أجرة ومدة معينة ثم ينتهي عملهم معهم يعني. طيب جزاكم الله خير. رأي تاني تفضل. أنا هنا تفضلي ما بسمعاش كتير قوي. أنتوا تفضلنا قاعدين ساكتين بس كده؟ تفضلنا دول ساكتين خالص. العمل تفضلنا دول ساكتين خالص. والله ما أعرف تكلموا يا جماعة. العمل التطوعي هو العمل الإنساني بشكل عام، أغلب ما يكون تطوعي من الشباب من غيره من أهل الحي، وقد يأتي عفوي وكثير ما تحصل هذه، يعني يأتي متطوعين إلى الحي من أجل كذا، الناس الموجودين عفويا يمشوا معهم يدلهم على الفقير يدلهم على المحتاج يدلهم، فيكون جانب تطوعي وعفوي أكثر من مهني. طيب جزاكم الله خير. في رأي تاني؟ تفضل. تفضلي. حدك أنت كلمتي؟ لا كنت هتيجي تتكلمي. خلاص انا اكتشفتك دلوقتي. العمل في المجتمع الانساني يكون سلوك بالبدايه يكون سلوك عفوي ينتظم ثم يصبح تطوعي ثم ينتظم اكثر فيصبح مهني فينتظم اكثر فيصبح احترافي. جزاك الله خير. بيتدرج يعني الاخ بيتكلم ان هو بيتدرج مرحله. تفضلي يا اختي. الحمد لله واحده جديده اتكلمت اهي. والاخوات اللي جايين من الجامعه دول ما بيتكلموش خالص، تعملوا ايه انتوا؟ كلميهم يلا اقنعيهم. لا انا احسه انسان العمل، لانه اذا هذا الشيء ما نحب نعمله مستحيل راح نقوم به.
يعني هل تعتبرين مهنة ولا حرفة ولا تطوع ولا عفوية؟ عفوية. عفوية. شكرا. ها حد ثاني؟ حد ثاني؟ طيب العمل اللي بنتكلم عنه ده لابد ان يكون في عندكم البتاعة دي؟ هرسم لكم انا رسمة دلوقتي. دي كان محاضرة انا قلتها مش عارف فين. كده تمام. العمل الخيري صناعة. خلاص؟ صناعة وليست مصنع. يبدأ بالفطرة. بعدين الانفعال. بعدين التقليد. التقليد. بعدين الموسمية. بعدين التنظيم. بعدين الحرفية. بعدين المؤسسية. وبعدين الصناعة. أقول تاني، هنا فطرة، كل واحد فينا ربنا خلقه وعنده فطرة، على حد الحيوانات حتى النملة. ادخلوا مساكنكم لا يحتملنكم سليمان وجنوده. طلع الزكاة بتاعنا في وقت معين، يبقى ده الموسمي. رمضان، الأضاحي، سنة العيد، سنة الدراسة إلى آخره. أصبح إيه؟ في مواسم معينة. تقليد ان احنا بنعمل الزفة دي كلها كل سنة. يعني لو جيت بالنسبة لكم وقلت الدين المشاريع الخيرية بتعملها، لو خدت 50 جمعية هتلاقيهم بيتكلموا في 10 أو 12 مشروع بيعملوه كلهم زي بعض. خلاص؟ فطرة وانفعال وموسمي وتقليد. بعد كده بقى عايزين ننظم العمل ده. اللي هو نمرة ايه؟ 1 2 3 4 5. هتبقى جمعية هنا. يبقى هنا فطرة، هذبة، انفعال، موسمي، تقليد، وبعدين جمعية. الجمعية ليه بنعملها؟ عشان ننظم العمل. عشان ننظم العمل. ده النمو في المخ بتاع الإنسان. اللي بيبدأ من المبادرة، من الفكرة، وبعدين المبادرة، وبعدين المشروع، وبعدين الجمعية. شايفين هنا؟ بعدين هنا هو التقليد، موسمي، بعدين فزعة، انفعال، بعدين فطرة. الجمعية هنا بقى بنحاول نأطر لها. والجمعية بقى أصحابها مين هم؟ اللي هم أعضاء الجمعية نفسهم الداخليين. فرق بين الجمعية والمؤسسة. فبنحاول نبني الجمعية من الداخل، اللي احنا بنسميها الحرفية، العمل الحرفي. الحرفية بالنسبة لي هو الالتزام بالإنجاز في الوقت المحدد لتحقيق الهدف المحدد. مش هندي محاضرات أكتر من كده. منتهى البساطة، التزام بإنجاز في وقت محدد لتحقيق هدف محدد. حد بقى يجي يقول لك بشمطة سامسونايت، ببرزنتيشن، بكذا بكذا بكذا. في النهاية الحرفي اللي هو بيلتزم بإنجاز مشروع محدد في وقت محدد لتحقيق هدف محدد. بسيط مش كده؟ هيجوا يدفعوك كل يوم $1,000 و$2000 وفي الآخر هتصحى توصل لنفس النتيجة. خلاص؟ ده الحرفية. جزء من الحرفية ان انت بتجعل الملكية للمجتمع. هنا اعضاء الجمعية، هنا المجتمع، عشان تعملوا مؤسسة لا تعتمد فقط على اعضاء الجمعية، بل تتغذى من ابناء المجتمع كلهم، في تعيين في الوظائف، في تعيين في مجلس الإدارة،
في الاستفادة من الكوادر المختلفة في كماك مختلف في المجتمع في بناء الهيكل الداخلي للمؤسسة، في وضع السياسات ووضع الأطروحات ومتابعة هذه الأشياء. احنا في أنا بفتكر في التسعينات لما كانت الرؤية ان احنا عايزين ننطلق على أوروبا وأمريكا، أنا قلت لكم في 93 سجلنا في الأمم المتحدة، يعني من 25 سنة صح؟ دي كانت رؤية، كانت انفتاح، كان بناء داخلي. لما جينا قلنا ايه مقتل اي جمعية او نقطة ضعف اي جمعية، هي ايه؟ هي المال، مش كيف يجمع كيف يصرف. فازاي تعمل كنترول على المال علشان تستطيع انك تجذب الملايين من الحكومات المؤسسة الدولية. فعملنا استثمار في المالية والحسابات، استثمار. اوعى تفتكر ان العمل البحثي مش استثمار، استثمار وجمع تبرعات عن طريقه. انا بعمل ورقة بحثية بتكلفني 50,000 دولار، بجيب منها 3-4 مليون دولار، بمعنى انا بقدمها للحكومات وبقدمها للمؤسسات الدولية، فالعائد بتاعها في فكرة المشروع في مكان ما في وقت ما بتجيب الملايين دي كلها. بس كان اول حاجة عشان نطمن كل هؤلاء في المؤسسية والحرفية اللي هو الهيكل المالي الداخلي للمؤسسة. حذاري، حق فلان ولا الشيخ فلان يقول لك يا عم كبر مخك، لا لا يعني لا، شغل الواحد يلبس طاقية ديفراس ده لا. بتشتغلوا في مناطق صراعات، مناطق صراعات يحكمها الأمن المختلف، الاستخبارات المختلفة، الطيارات العسكرية والسياسية والفكرية المختلفة. فأنت مراقب من 50 أو 100 مؤسسة أمنية استخباراتية فكرية إلى آخره، وكل من هذه المؤسسات تصنفك. أوعى نفتكر أن المنطقة على الحدود في أي مكان في منطقة صراعات، منطقة صراعات هي منظورة بالميكروسكوب. فالمقتل عند أي جمعية هنا هو المال، كيف ينفق المال. سهل ان انا اجمع مال، صعب ان انا اوثق صرف المال. يبقى احنا ما ننتقل من الجمعية للمؤسسة، يبقى الملكية اللي احنا كلنا او اغلب جمعياتنا، اغلب جمعياتنا اللي هي لها صفة معينة، ها واقفة فين يا رجالة؟ 90% واقفين فين؟ هنا هو. حتى لو كان عندهم امكانيات المؤسسة المادية، كتير جدا من المؤسسات عندهم امكانيات المؤسسة المادية بدون ذكر اسماء الجمعيات، لكن ما عندهمش قدرة المؤسسة الذهنية على تحولها من مؤسسة اعضاء الى مؤسسة مجتمع، او من جمعية اعضاء الى مؤسسة مجتمع. وده مش سهل. انا مش هذكر بعض اسامي الجمعيات اللي انا اعرفها شخصيا لا علاقة بها، ما زالوا منذ 10 سنين يتكلموا في حكمة في عملية الحوكمة اللي هي الجوفرنس، لأن الأمناء القدامى مش عايزين يسيبوا. أصلا أنا لو سبت هتضيع الجمعية، أصلا أنا لو سبت القيم هتضيع، أصلا أنا لو سبت الثقافة هتروح، أصلا أنا لو سبت وأنت مين أنت؟ ما كلنا هنموت. يعني لو لا لا لو كان بأيدينا أن يخلد شخص كان خلد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء بعد بعثة سيدنا نوح عليه السلام 950 سنة، خلاص وما آمن معه إلا قليل. فأنت مين أنت لما تسيب هتضيع المؤسسة؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم مات، وسيدنا أبو بكر مات، وسيدنا عمر مات، ما ضاعش الإسلام. فالحجة الواهية عند بعض المتكلسين المتحجرين المنغلقين الانكفائيين بيمنع نمو الجمعية الى ان تصبح مؤسسة، وبيمنع خير المجتمع من ان يدخل مؤسسة. من يدريك لعل هذه المرأة او هذا الشاب عنده من الفكر والقدرة على انه يعمل احسن مني انا 100 مرة،
صح، أجيال تتعاقب وأفكار ورؤى وثقافات مختلفة عشان تبني وتكمل في الايه، في البناء. فهنا هو بتقف، هنا هو يبقى مؤسسة لو المجتمع ملكها. يعني كل المؤسسات الغير عربية وإسلامية في بريطانيا بالذات بيعملوا إعلان عن شغر أعضاء مجالس الإدارة. يقول لك أنا عايز ما عضو مجلس إدارة يكون متخصص في الإعلام، عايز عضو مجلس إدارة يكون متخصص. عضو مجلس إدارة هو يعتبر إيه؟ عندهم مجلس أمناء. عضو مجلس إدارة يكون متخصص في الحسابات أو في السياسة أو في العلاقات الدولية أو في المشاريع أو إلى آخره. فبيسلموا البعض ويستلموا، بيسلموا وبيستلموا. فلذلك هم خرجوا من طور الجمعية للحرفية للمؤسسية. لو احنا يا رجالة، انا هقول لكم كلمة كده وانتوا تقولوا لي ليه، وانتوا اللي هتجاوبوا عليها. يعني ايه صناعة؟ حد يقول لي تعريف كلمة صناعة يعني ايه؟ انتوا ناس اهل اللغة العربية؟ تعال يا حبيبي، تعال يا حبيبي عشان الكاميرا. ها؟ يقول ايه؟ انا مش عارف فين الميكروفون بتاعك اهو. خلاص خلاص مسموع الصوت ان شاء الله. تقول الصناعة هي الحرفة. طيب الصناعة هي الحرفة. طيب جزاكم الله خير. كلمة صناعة ليه؟ الاندستري باللغة الانجليزية معناها ايه؟ تعالى انت يا حبيبي اللابس بتاع خضر، انت زار، انت ايوه، انت ايوه اللي بتضحك. انت فين ابنك اللي كان هنا ومشي؟ ابن مين اللي كان هنا؟ هرب؟ ما ينفعش كده. انا مش عايزين نطلع عود قصر، ما احنا خشب زان وخشب بلوط. انت مين؟ مواطنة. مواطنة؟ مواطن مش مواطنة. انت شكلك مش ممكن يكون مواطنة ابدا. تفضل. يعني ايه صناعة؟ كلمة صناعة مثل ما ذكر هي حرفة الانتاج. حرفة الانتاج هي يصنع الشيء، يعني إيجاد شيء. طيب جزاك الله خير. حد تاني يعرف صناعة من الأخوات أو من الإخوة؟ تفضل. دير الزور. حد من الحسكة هنا؟ أكيد حد من الحسكة. أنت حسكة؟ أيوة. الصناعة أيوة هي الإبداع. أيوة وهي الإبداع، وهي خلق أفعال وأشياء يبدأ فيها الإنسان. شكرا جزاكم الله خير. الصناعة، تعريف آخر للصناعة. تعال يا حمادة، أنت اللي كنت نايم معايا في نفس الغرفة أمس، قوم يا ابني قوم. ما عندك شيء؟ طيب الأخوات يلا قولوا له ألجموه بشيء. حد تاني الصناعة يعني إيه؟ تقديم منتج جديد. أنا بس هديكوا حاجة. تفضل تفضل. والله أجمع ميكروفون، خذ ميكروفون. ده حلب. ده شهباء. هي اول انتاج الافكار ثم تنظيمها ثم تنظيمها ثم تنفيذها. بسم الله ما شاء الله. جبت الكلام ده منين؟ جوجل. انا هديكوا حاجه دلوقتي. ايه مثلا قلنا احنا مثلا صناعه الاعلام او صناعه السينما او صناعه الطائرات او المواصلات، مش الطائرات، صناعة المواصلات، اللي بيخش في تكوين هذه الصناعة؟ صناعة الطائرات اللي هو سوري المواصلات. يعني ايه كلمة مواصلات؟ وايه اللي بيخش في تكوين هذه الصناعة في المواصلات؟ ابتكار افكار جديدة. المواصلات ايه هي المواصلات؟ يعني ما اقول لك انا صناعة المواصلات، اول شيء تقوله ايه هي؟ ايه المواصلات اللي عندنا؟ حاجة المواصلة. مواصلات يعني. ايه هي المواصلات؟ عشان بعد كده تبتدي تعملي الايه المصانع. تعالي هنا، تعالي هنا. وسيله الاتصال قصدك. المواصلات وسيله الطريق للوصول، هدف يعني. يعني ايه مواصلات؟ هدف بدي اوصل للشيء. المواصلات، المواصلات يعني اتوبيس. لا اقعد 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 بقى. انا تعالي عشان بوكسنج. ادوات النقل. ايه هي؟ لا انا بتكلم بالمفهوم البلدي بتاعي. وسائل
ما انا اصلا نزلت تحت عشان انا مستواي مش من مستواكم. انتوا عليتوا بسم الله ما شاء الله. ايه هي وسائل المواصلات؟ ايه وسائل النقل؟ ايه هي وسائل النقل؟ سيارات. يا عم خليها تتكلم يا عم. مشكل. ايه مشكل دي؟ تعملي كشري ولا ايه؟ قولي. ايوه قولي قولي. سمعيهم. سمعيهم. قطارات، الحندور، العربة. قولي قولي. كل ده بيمثل صناعة المواصلات. واضح؟ خليك واقفة، ما تمشيش. كل ده وكل مواصلة من المواصلات لها مصنع بيخش في صناعتها. وكل مصنع ليه مهندس وليه حرفيين وليه مجال وليه سوق. شفت الصناعة شكلها ايه؟ في المواصلات؟ بحاجة يعني، لو ما احنا بحاجة تمام. ما طبعا انا سعيد جدا. انت على فكرة قربي قربي ما تخافيش مش هعدك. وما تيجي نتكلم ايه بقى؟ نتكلم ان صناعة المواصلات فيها كل شيء بيجعل الانسان ينتقل من الالف الى ب، سواء كان الحمار او الحصان او الجمل او العجله او العربيه اللي كانت بتكلمها الاخت دي او الحنطور او الموتوسيكل اللي هو الدراجه البخاريه او الاوتوبيس او لغايه الطياره لغايه الصاروخ لغايه السفينه لغايه كل شيء. ده انا بتكلم عليه. كلمه صناعه هي اكتر منها حرفه واكتر منها مصنع. ها واكتر منها مصنع، لان في كل شيء في صناعه المواصلات في مصنع متخصص في جزء معين. حتى في صناعه السيارات في مصنع بيطلع البودي بتاع السياره، صح؟ اللي هو الجسم. في مصنع بيطلع اللي هو الموتور. في مصنع بيطلع الازاز. في مصنع بيطلع العجل. شفت قد ايه بردك؟ يعني لما نخش في كلمه صناعه يا اخوانا اسمها ايه، خش بعمق، بخش بعمق، هتلاقي ان في بحار او محيطات من الصناعات اللي احنا لا ندركها. في كل دي موجوده في كل صنعه من الصناعات، في كل صنعه من الصناعات اللي بتؤدي الى عمل الصناعه المجتمعيه. اقول الكلام المعقد تاني؟ اقول الكلام المعقد تاني؟ ها يعني في كل حرفه بتؤدي بآليتها الى جزء من صناعه الصناعه. واضح الكلام معاك ولا مش واضح؟ اما نكون احنا هدفنا ان ننشئ صناعه مجتمعيه او ان ننظر ان العمل الخيري، دي خافت على فكره. لا انت خايفه بقى، اقعدي هناك. خافت، انا قلت لها كلمه كده خوفتها مش كده برضك؟ هاتي الميكروفون. خليه معاك. انت تتحكمين في المنصه. فلو انا بنظر اللي انا عايز انشئ صناعه خيريه او صناعه او صناعه اقتصاديه او صناعه مواصلات او صناعه سينما او صناعه اعلام، لابد ان انظر الى كل مكون من مكونات هذه الصناعه تحت الحرفه اللي داخل الصناعه نفسها. وما الحرفي والصانع والمهندس الا جزء بسيط من الصناعه الكبيره اللي بيمثلها حرفته او مهنته داخل الصناعه الكبيره. واضحه ولا مش واضحه؟ انا حتى استاذ كثير بالنسبه لنا. انها هنا قاعدون. الله يجزيك. هو قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ نعم. انها هنا قاعدون؟ انا قلت. ايوه هو. وانت بتقول كل حاجه يا ابني؟ اديله ده حسكاوي ده ولا مش حسكاوي؟ هذا حلبي. حلباوي. نعم. طيب. يعني هو فعلا ورد مصطلح في القرآن الكريم، ولتصنع على عيني. معناها ايه؟ يعني ان الله سبحانه وتعالى قد ربى واجتبى واصطفى الانبياء فجعلها شخصية، يعني هي في اعلى درجات الكمال بحيث ان تؤدي الرسالة الالهية للبشر. طيب. فهي صناعة، يعني صناعة رجال. انا موافق معك. نعم. لو خشنا الجسم البشري زي نعم. جسمك او جسم ده، هنلاقي في ايه؟ هنلاقي في قلب وفي كبد. نعم. وفي رئة. نعم. وفي مخ وفي عين. نعم. وفي جهاز اوكي اللي هو الـ 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 العمود الفقري والجهاز العظمي كله، وفي جهاز دموي، وفي حاجة. كل جزء من هذا اللي في الجلد. نعم. كل هذا بيكون صناعة الجسد. نعم. شفت بيكون ايه؟ بيكون دي، لكن كل جزء منهم مصنع لوحده. وعملية التكامل او اللي هو السنكرونس، يعني ايه اللي هي يعني التوافق
في تيسير الانسجام، في تيسير عمل كل عضو من أعضاء هذا الجسم من خلال الصناعة، هو صنعة لوحدها. يعني نحن نفهم من خلال هذا التدرج في العمل الخيري والإنساني، أيوة، بحيث أنه يصل إلى الصناعة. فربما في الأطوار الأولى، أيوة، هو قد يعني ألم بجانب، آه، بجانب، آه، بجانب، رب حتى يكتمل في عند الهرم، آه، بحيث أنه أصبح شمولي. بسم الله ما شاء الله. بحاجيات أبوس راسك. الله أنا اللي أبوس، أنت ما أبوسش. بس أنا عايز أقول لكم إيه، عايز أقول لكم إيه، لو أنا نظرت وأنا هنا بالفطرة إن أنا عايز أنشئ صناعة هتعدى كل هذه المراحل، لكن لو أنا نظرت إن أنا عايز أنشئ جمعية ممكن أقف عند التقليد. ده الفارق. أنت دلوقتي لما نرجع نشوف اللي هم إبداع العلماء المسلمين، خاصة تفننوا في العلم التطبيقي، سواء كان في الطب أو في الزراعة أو في المياه أو في كذا أو في كذا أو في الهندسة أو في الجبر أو في الهندسة، كل الحاجات دي كلها كل منهم كان يسعى إلى اكتشاف حقائق العلم، ولم يسعى نظرة بعيدة كيف يخدم الإنسانية من خلال تخصصه، اللي اكتشف الدورة الدموية واللي اكتشف الصفر واللي اكتشف كذا واللي اكتشف كذا واللي اكتشف كذا. ليه؟ لأن كل واحد فيهم كان واقف على قاعدة إيمانية ليخدم الإنسانية من خلال التخصص بتاعه. فلذلك يا شباب، لو احنا بصينا ان احنا نريد ان ننشئ صناعة انسانية وصناعة مجتمعية، هننشئها سنضع لها السياسات وسنضع لها الاطر وسنضع لها القوانين وسنضع لها الهياكل وسنضع لها النظريات. الاخرين سبقونا، مش حرام، بالعكس احنا نحييهم ونقول لهم جزاكم الله خير، لكن ما نبقاش احنا تابعين ابدا الظهر، ابدا معايا، ابدا نبني على ما حققه وانجزه الاخرين او الاخرون حسب اللغه العربيه، نصب ولا جر. ايوه، ها، نبدا من حد انتهى. نتمنى ما نرجعش للصفر تاني ونقعد نتخانق مع بعض وانت تبص لي وانا ابص، لا. فلذلك في اي شيء، وخلي بالك الصناعه دي مالهاش افاق، ايوه، مفتوحه. العلم مالوش ليه حدود، مفتوح. المعرفه مالهاش حدود، مفتوحه. ايوه، كما احنا مثلا في المصطلحات الشرعية عندنا مثلا مقلد، ايوه، عندنا مجتهد مقيد، كلم الناس ما تكلمش، ايوه، مجتهد مطلق كلم. يعني بحيث كلمهم، مش انا مش دعوه، انا مش واقف انا اهو، ايوه، كذلك هذه على نفس كلمهم مفيش فايده يا عم، بص للجمهور، انا عادي يا عم، بص للجمهور بس انا يعني هو المقصود هنا كما فهمنا من الدكتور يعني أن يعني هو التدرج في العمل، كما أنه الإنسان لابد من تطوير نفسه حتى يصل إلى صناعة الأمر، يعني صناعة العمل الخيري الذي يحيط باحتياج الناس أو احتياج البشرية بكافة الجوانب العلمية والتربية والإغاثة وكل شيء، يعني ويكون هو مبدع ومتجدد. نعم، جزاكم الله خير. ها، وضحت الفكرة شباب. يبقى أنا هدفي بفترتي أن أصنع صناعة. كان ذكرت مش عارف بقى امبارح ولا النهاردة ولا فين، واحد ملخبط الجو عنده دلوقتي، أن من 30 سنة أو من 5، يعني هقول لكم حاجة، صلوا على النبي. بعد ما سجلنا الجمعية في 89 كان شخص كده مخه ضارب بدون ذكر اسمه، مخه إيه؟ هتعرفوه أنتوا بعد كده، مخه ضارب، ها؟ الشخص ده مش ما كانش رئيس جمهورية، كان بيقعد في الطيارة يعلم على كل مدينة عايز يفتح فيها مكتب. اتفتحت المكاتب دي كلها خلاص، بالرغم لكن لا في مكتب أصلا ولا في ميزانية ولا في استراتيجية ولا في أي شيء. كان هدف الشخص ده ومجموعة من الأشخاص دول أنهم يدعوا المكان ده في كل حتة في العالم. أصبح موجود، أصبح موجود، أصبح موجود. كان أصل الهدف بالفكرة مساعدة الفقير بعد المجاعة اللي كانت حصلة في أفريقيا في 1983. ما بنضرب الأمثلة دي كلها، أنت تطلع إلى أن كيف تخدم العالم وكيف تخدم الإنسانية بفكرة جديدة. ده اللي احنا نتكلم عليه في منطوق الصناعة.
اعتقد ان انا ايه تقريبا خلصت دلوقتي، وعايز كنت لو في اي حد عايز يعقب او يدلي، ها، او سؤال او انا جاهز. تفضلوا، اسئله، تعقيب، تعليق، اي شيء. انتوا تعبتوا ولا ايه؟ ده انا لسه بسخن. ام كلثوم كانت تاخد الوصله الاولانيه ساعه، والثانيه ساعه، والثالثه اديني من وقتك ساعه، ساعه واحده يا حبيبي. يا عم انتوا ما بتغنوش في سوريا؟ تعال مش هغني بس. طب ما اي حاجه اقول. دكتور لو سمحت بس ممكن يعني تعطينا فكره عن الهيكليات، يعني كيف الواحد ممكن يهيكل جمعيه من ناحيه الهيكليه الاداريه، يعني الاسس الرئيسيه والنظاميه لهيكله اي جمعيه. حاضر، امسح دي خلاص. بدي اسال سؤال عن عايز تسأل سؤال عندي؟ هو كنت بدي اسألك بس عن الفترة الزمنية بين كل مرحلة ومرحلة. على حسب، هو طبعا ما فيش حاجة بتطلع تتسلق كده سلق، واخد بال حضرتك؟ يعني الفترة دي موجودة خلاص. الفزعة بتعملها في أي وقت، لو أنت حسيت بحلاوة الفزعة تبتدي تحولها إلى مبادرة وإلى مشروع وإلى عمل موسمي إلى آخره. ده ممكن ياخد لك 3-4 سنين. ثلاث أربع سنين توصل الجمعية. ممكن تاخد كده، ممكن أقل من كده. من جمعية ومؤسسة. لا، ودي هنا العقدة، هنا العقدة هنا في معناها إيه؟ في معناها إن أنت كيف هتسيب الكنترول للآخرين. دي ممكن تاخد لها 20 سنة. قناة الصناعة كمان بدها شيء. ما أنت عشان توصل لدي لابد تحل المشكلة دي. المشكلة دي فيها الأنا. فيها إيه؟ فيها الأنا. لا أريكم إلا ما أرى ولا أديكم إلا سبيل الرشاد. في الأنا، فدي أخطر منطقة. ممكن أنها تكون تعمل جمعية من أجمل الجمعيات لكن تقف خلاص، مش قادر تتنازل. يعني أنا شفنا جمعيات كثيرة في بريطانيا كانت رائدة في السبعينات، رئيس مجلس الإدارة رفض أنه يسيبها، مات الجمعية، مات، ما تحولتش خلاص. كان يجي لها كل الناس من كل صوب وحد، وأصر أن يقعد فيها إلى الأبد لغاية ما مات، مات مع الجمعية. فلذلك يعني إذا أن أردت لفكرتك أن تنمو فلا بد أن تملكها لمن بعدك. للأسف أنا لما أكون ماسك الفكرة بحبها من الحب إيه ما قتل، ماسك الفكرة كده وقافل عليها فبتموت خلاص. فكرة جميلة لكن خلاص، عشان ما نزعلش الراجل ده أو المرأة دي في بنمشي. كنت حتى وأنا جاي عشان بنعمل تأسيس جديد لدمج جمعيتين مع بعض، المنتدى الإنساني وجمعية تانية اسمها بيت الزكاة. فأحد أعضاء مجلس الإدارة هو أخ مسيحي كان رئيس الصليب الأحمر البريطاني، فقال لي أنا هديك أمثلة اللي حصلت. واحدة اسمها كذا كانت عاملة جمعية، رفضت أنها تسلم الجمعية لحد لغاية إحنا ما طردناها من الجمعية. طردناها، يعني ده كمالك مش بس عندنا في المنطقة العربية وكذا، لا طردناها من الجمعية لأنها كانت طردوهم. المرض عام. المرض عام طبعا. ما كنا نعتقد فقط لا 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 لا، المرض عام. بس هم دلوقتي تخطوا المرحلة دي كلها وأصبح عملوا سياسات تجعل المرض ده يقل. احنا يعني. ها؟ احنا بنصنعه. على نص الصناعة يعني. هو احنا عايزين هذه الهيكليات والسياسات اللي ممكن كيف تتحول الجمعية إلى مؤسسة. فخلاص وضحت دي، امسح ده بقى. الهيكليه المثاليه، اي هيكليه بتعتمد على قدره الجمعيه عن النمو الراسي والافقي. كلام تخين ده مش كده، انا بقول كلام عشان محدش يفهمه فتفتكر ان انا عندي حاجات مش محدش انا عارفها. وده اغلب شغل الكونسلتنت بيقولوا كده، كلام تخين يتعمل مره واثنين وثلاثه فالناس تبقى قاعده عامله كده. لكن هو كلام انتوا كلكم عارفينه، بس ايه بتندهشوا وتقعدوا تسقفوا وتدفعوا فلوس وبعدين بعد كده ايه تقول الله. طب ما احنا عارفين الكلام ده. انا قلت ايه الكلام اللي انا قلته؟ نسيت. شوف بيقولك نسيت ازاي؟ عن الهيكليه المثاليه تعتمد على مدى نموك ونضجك. النمو الافقي النمو نموين، في نمو افقي اللي هو انتشار المجتمعي في المحافظات في المدن في الدول الى اخره، والنمو الراسي اللي هو النمو الفكري، مدى استيعابك لمشاكل المجتمع. احنا بنتكلم النهارده مع رزق عن البطاله والتوظيف،
ده جزء مهم جدا مشاكل المجتمع. في جمعية تخصصت فيه، في جمعية قالت لا أنا هأكل، في جمعية قالت أنا هشرب، في جمعية قالت لا أنا، وكل ده بيمثل نمو. فأنت كلما يعني المؤسسة في الأول بتبقى عاملة كده، أدي مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي لو مدير التنفيذي، وممكن يكون هنا يعني هون لاير مالية وجمع تبرعات ومشاريع إلى آخر. لكن ممكن دي بقى تبقى تنزل كده، شوف دي تبقى كده، بعدين دي تبقى كده، وبعدين دي تبقى كده. كلما تخصصت في العمل في الداخل كلما زاد تعقيد الهيكل بتاعك انت حطيته. يعني مثلا انت وانت انا وانا صغير بخش المدرسه، ما بتدخلني ايه الحضانه صح؟ بتعلم ايه في الحضانه؟ قول لي. الف الف باء باء تاء ثاء. لما اخش ابتدائي بتعلم ايه؟ لما اخش اعدادي بتعلم ايه؟ لما تخش ثانوي نفس الموضوع هنا حاصل عندنا في كل منح منح من مناحي الحياه. فكل ما بكبر في السن وفي الخبره بخش الجامعه، بعد ما اخش الجامعه بطلع عايز اعمل ماجستير او عايز اعمل دكتوراه او عايز اعمل ابحاث. فده التدرج الايه الراسي، خد بالك. فعندك انت النمو الافقي، لو انت عندك مكاتب في 40 دوله او 30 دوله او 20 دوله لابد تعمل نظام يتابع هذه الايه المكاتب، يتابعها ايه بقى في المشاريع وفي الماليه وفي الاعلام وفي التوظيف وفي الحقوق وفي السياسات في كل شيء، لان هيطلب منك انك تجاوب عن كل هذه الاشياء في داخل الجمعيه. فمفيش حد يجي يقول لك كده انت لما تعمل جمعيه تعمل كده، لا، انت كل ما تنمو بتعمل شيء، كل ما تنمو بتعمل شيء جديد، كل ما تنمو بتعمل شيء جديد. فانت على حسب احتياج المجتمع وعلى حسب قدرتك بتعيد هيكلة الهيكل ده مرة تانية. فالهيكل ده مش زي ما احنا قلنا قبل كده مش شيء استنبة واحدة، لا، متغير. ممكن تلغي إدارات، ممكن تدمج إدارات، صح؟ يعني دلوقتي أما كنا بنتكلم لازم دلوقتي كل جمعية يكون عندها ورقة عن كيف محاربة الإرهاب، مكافحة الإرهاب، خد بالك. العنف ضد المرأة، يقول لك إيه سياستك؟ الاطفال في المخيمات، حمايه الاطفال، دي اصبح دلوقتي من المعلوم بالدين بالضروره عن المؤسسات الدوليه، طبعا غير المراجعات الماليه الداخليه والخارجيه الى اخره الى اخره الى اخره. الحسابات واتكلمت فيها قبل كده والماليه الى ومين بيراجع لك حساباتك؟ هل انت بتجيب مراجع قانوني على من ابو 50 قرش ولا بتجيب يعني في 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 بعض المراجعين الخارجيين بياخدوا 50,000 جنيه و100,000 جنيه. يعني في احد المؤسسات الحكومة عملت عليها حاجة اسمها فورنسيك اوديتنج، يعني اللي هو المراجعة المحاسباتية التشريحية، فورنسيك اللي هو زي الطب الشرعي يعني. قادوها ناس ماليين وناس امنيين وناس استخباراتيين، كلفت 1,000,000 جنيه. وشوف يعني كل ما تخش في حته كل ما لها عمق اخر، كل ما تخش في حته لها عمق اخر، يعني على حسب نموك وعلى حسب فهمك وعلى حسب مقدرتك وعلى حسب علاقاتك. يا اخواننا مفيش حد يجي يقول لكم حاجه كده اعمل ده يبقى صح، لا غلط. المجتمع كل يوم بيتغير في اليوم 24 مره وممكن في الساعه 60 مره وممكن في وهكذا، والمشاكل بتتعقد وتتشابك في كل حين وفي كل مكان. يعني كنا بنتكلم واحنا قاعدين في في اسطنبول عن مجتمع المدينه اللي كان سيدنا عمر بيمشي ويرجع ويلف على 50 بيت ولا 100 بيت ولا 200 بيت، صح؟ ها اديك انا، ادوني اي حي في سوريا، اي حي من الاحياء في المدينه من مدن سوريا. جميليه. ها؟ جميليه. فين الجميليه دي؟ في حلب. في حلب، كم فيها كم الف؟ 20,000. المحافظ مش هيعرف فيها مشاكل ال 20,000 شخص اللي عاملين عايشين بس في الجماليه اللي هي 20,000 من 30 مليون.
شفت الفرق بقى من سيدنا عمر لما كان في مجتمع الشريحة الواحدة ومجتمع الوقت اللي موجود في سوريا اللي في 2018 اللي فيه 30 مليون. فتخيل بقى كل واحد من 30 مليون عنده 5 مشاكل او 10 مشاكل او 20 مشكلة. فعلى حسب تعقيد المجتمع وعلى حسب خروج مشاكل مختلفة كل يوم والتاني على حسب ما انت بتستجيب ليه، سواء كانت حكومة سواء كان جمعيات سواء كان قطاع خاص سواء كان باحثين سواء 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 الى اخره. فمحدش يجي يقول لك اعملها كده وخلاص، لا، انت بتغير هيكلك وسياساتك وفق حاجات المجتمع. اتفضل. من هنا ياتي دور المجتمع المدني والناشطين في هالاعمال هذا في توصيل مثلا مشاكل المجتمع الى الجهة. ايوه، فشوف الجمال في الموضوع نقول بس عليه عشان ايه صعب اكام عشان ما نطولش عليكم، انا مش عايز حد يبقى 6 10 5 دقائق. طيب، الحرية هي اساس الابداع في كل شيء. انسى بقى انا بتكلم عن مين، بتكلم عن نفسنا في الادب في الشعر في الفن في الثقافة في العلم في المعرفة في السفر في الهندسة كل الحاجات. حرية ليه؟ لان انت مش هتبقى قاعد خايف وانت بتطلع فكرة ان حد يجي يقول لك لا. انت الفكرة دي بتطلعها، قد تكون بتطلعها عليك انت شخصيا، مش حرام، حرام مش حرام، قد يكون بتطلعها على المجتمع، مش حرام. فاساس كل هذه حل كل هذه المشاكل هي الحرية في دولة القانون ودولة العدل. هتطلع كمية من الابداع وهتتقدم على كل مكان في العالم. الفرق من بعض الدول والاخرى ان الدول هناك عملت مؤسسات تحافظ على حريات الشعوب، ودول اخرى عملت مؤسسات تقمع هذه الشعوب. فذلك دول تقدموا ودول تأخروا، بالرغم من ان المتأخرين دول مواردهم البشرية ومواردهم الطبيعية اكثر بكثير من المتقدمين. ها سنغافورة فيها ايه؟ صليت عن بريطانيا فيها ايه؟ حبة بحيرة مية في ده في ده في ده. واليابان كذلك وغيرهم فيهم ايه؟ فيهم ان خلوا ابداع الشخص ينمو داخل بوتقة الحرية والمحافظة على بشرية الشخص او انسانية الشخص. فالشخص اخرج اعظم ما فيه من امكانات، فاصبح ده الابداع والتقدم، وافضح للولاء وحب الوطن والانتماء. خدت بالك؟ فده الفارق. الفارق مش في مصادر بشرية او مصادر مادية، لا، الفارق هو وجود مناخ الحرية الذي يجعل الشخص بغض النظر عن خلفيته الثقافية او الدينية او العمرية او الجنسية انه يبدع، لانه بيحب وطنه، لانه عايز يموت من اجل الدفاع عن وطنه، لان وطنه هو اللي ده الفرصة دي عشان يقف ويبدع وينتج. شفت بقى الفرق ازاي؟ طيب، انا بس انا قيل لي ان انا اصمت عن الكلام كما صمتت شهرزاد بعد ان نام شهريار. شهرزاد كان عندكم ولا كان في العراق؟ انت كل حاجة عندكم؟ انت كنت انت ما كنتش عارفين ها؟ صدرناها العراق. انت بقى انت يا شهرزاد تسكتي انت بقى. في حاجة تانية سؤال ملح او تعليق ملح قبل ما نختم؟ التعقيب دكتور تفضل. بالاضافه لل نسيت شوفك يختفوكي. بسم الله. مو بس انا دكتور، طبعا الاخوات، غالبيه الاخوات الموجودين الله يجزيهم الخير، عندنا منتدى قراءه. بسم الله ما شاء الله. للشابات كويس الحمد لله. في بدايه كل شهر ننتقي كتاب، وخلال الشهر يقرا الكتاب، وفي الملتقى الذي بعده يعني يتم مناقشة الكتاب. بسم الله ما شاء الله. أنا بقى جاهل، أنا ما بقرأش خالص. آمين يا رب. جزاك الله خير. أنا لما جيت هنا عشان أتعلم، وأنتوا 30 ولا 40 كتاب، فأنا قريت كلكم في نص يوم. شفت أنا ضحكت عليكم إزاي؟ ضحكت عليكم بعشوة. تعالى أنت متجوز، أنت مشكلة، تعالى مش مشكلة. ما لا مش أنا هو أخو خايف خايف خايف
يبدأ خايف. أنا ما بعدش. نحن عندنا منتدى ثقافي أسبوعي، كل أسبوع نقرأ كتاب خاص بطلاب الجامعة، خاص بالشباب لطلاب الجامعة يعني من السنة الأولى إلى السنة الرابعة، أسبوعيا نقرأ كتاب اسمه المنتدى الثقافي الفكري. حب ينضم له. صلى الله عليه وسلم. عليك السلام. إيه تعال يا ابني، ده ما اتكلمتش أنت. انضم. طيب، هو كلمة اقرأ في القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها أول كلمة في القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش معناها بس أقرأ وأكتب، لا، معناها المعرفة، معناها الفهم، معناها الوعي، معناها الإدراك، معناها التعلم، معناها نقل الخبرات، يعني هي موسوعة. كلمة اقرأ مش ريد، هي صناعة للمخ، صناعة للمعرفة، صناعة للرؤية، صناعة للفكر، صناعة للثقافة، صناعة للوعي، صناعة للإدراك. كلمة اقرأ بس. فلو احنا حجمنا كلمة اقرأ عشان نعلم الناس محو الأمية، احنا لسه ما طلعناش. لا يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقرأ ولا يكتب، صح، لكن صنع، زي ما اخونا كان بيقول صنعتك على ايه؟ تصنع على عيني. تصنع على عيني ايه؟ يعني هو ربنا حط في كل المحاور ومدارك الفهم والتحليل والاستنباط واستخراج الآراء والحكمة والإدراك والوعي علشان يقود مجتمع. دي كلمة اقرأ لوحدها. اوعوا تفتكروا ان اقرأ دي تعالى يا ابني عشان نرى كلمتين، لا، اذا ما قلنا كيف صناعة، اقرأ صناعة، اقرأ صناعة، اقرأ صناعة. تفضل يا سيدي الماركيز. جزاك الله خير دكتورنا الكريم، نشكر يعني باسم جميعا دكتور هاني البنا على ما أفاد وقدم في هذه في هذا اليوم الطويل يعني من المحاضرة الصباحية حول العمل الإنساني والإغاثي إلى المحاضرة المسائية حول دور الشباب في المجتمع. شكرا جزيلا دكتور، الله يبارك فيك على جهدك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب ذلك في ميزان حسناتك جميعا حسناتنا جميعا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا يا إخواني وأخواتي الكريمات على حضوركم وشرفتونا، وإن شاء الله على يعني لقاءات قادمة إن شاء الله يشرفنا الدكتور في يعني في أيام قادمة إن شاء الله. أنا 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 دعوت نفسي إلى أرفة، الله يجزيك الخير، حبوت إلي حبوا، الله يبارك فيك يا دكتور إن شاء الله، وعلى أمل لقاء بكم إن شاء الله في أيام قادمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خير. هي هتلاقيهم بيتكلموا في 10 أو 12 مشروع بيعملوا كلهم زي بعض، خلاص، فترة وانفعال وموسمي وتقليد. بعد كده بقى عايزين ننظم العمل ده اللي هو نمرة ايه؟ 1 2 3 4 5، هتبقى جمعية هنا، يبقى هنا فترة، هتبقى انفعال، موسمي، تقليد، وبعدين جمعية. الجمعية ليه بنعملها؟ عشان ننظم العمل، عشان ننظم العمل. ده النمو في المخ بتاع الإنسان اللي بيبدأ من المبادرة، من الفكرة، وبعدين المبادرة، وبعدين المشروع، وبعدين الجمعية. شايفين هنا؟ وبعدين هنا هو التقليد، موسمي، وبعدين فزعة، انفعال، وبعدين فترة. الجمعية هنا بقى بنحاول نأطر لها، والجمعية بقى أصحابها مين هم؟ اللي هم أعضاء الجمعية نفسهم الداخليين، فرق بين الجمعية والمؤسسة. فبنحاول نبني الجمعية من الداخل، اللي احنا بنسميها الحرفية، العمل الحرفي. الحرفية بالنسبة لي هو الالتزام بالإنجاز في الوقت المحدد لتحقيق الهدف المحدد، مش هندي محاضرات أكتر من كده، منتهى البساطة، التزام بإنجاز في وقت محدد لتحقيق هدف محدد. حد بقى يجي يقول لك بشمطة سامسونايت، ببرزنتيشن، بكذا بكذا بكذا، في النهاية الحرفي اللي هو بيلتزم بإنجاز مشروع محدد
في وقت محدد نتأخذها في محدد. بسيط مش كده؟ هيجوا يدفعوك كل يوم $1,000 و$2,000 وفي الآخر هتصحى توصل لنفس النتيجة. خلاص؟ ده الحرفية. جزء من الحرفية ان انت بتجعل الملكية للمجتمع. هنا اعضاء الجمعية، هنا المجتمع، عشان تعملوا مؤسسة لا تعتمد فقط على اعضاء الجمعية، بل تتغذى من ابناء المجتمع كلهم، في تعيين في الوظائف، في تعيين في مجلس الإدارة، في الاستفادة من الكوادر المختلفة في كمائك مختلفة في المجتمع، في بناء الهيكل الداخلي للمؤسسة، في وضع السياسات ووضع الأطروحات ومتابعة هذه الأشياء. احنا أنا بفتكر في التسعينات لما كانت الرؤية ان احنا عايزين ننطلق على أوروبا وأمريكا، أنا قلت لكم في 93 سجلنا في الأمم المتحدة، يعني من 25 سنة، صح؟ دي كانت رؤية، كانت انفتاح، كان بناء داخلي. لما جينا قلنا ايه مقتل اي جمعية او نقطة ضعف اي جمعية، هي ايه؟ هي المال، مش كيف يجمع، كيف يصرف. فازاي تعمل كنترول على المال علشان تستطيع انك تجذب الملايين من الحكومات والمؤسسات الدولية. فعملنا استثمار في المالية والحسابات، استثمار. اوعى تفتكر ان العمل البحثي مش استثمار، استثمار وجمع تبرعات عن طريقه. انا بعمل ورقة بحثية بتكلفني $50,000 بجيب منها 3-4 مليون دولار، بمعنى انا بقدمها للحكومات وبقدمها للمؤسسات الدولية، فالعائد بتاعها في فكرة المشروع في مكان ما في وقت ما بتجيب الملايين دي كلها. بس كان اول حاجة عشان نطمن كل هؤلاء في المؤسسية والحرفية اللي هو الهيكل المالي الداخلي للمؤسسة. حذاري، حق فلان ولا الشيخ فلان يقول لك يا عم كبر مخك، لا لا، يعني لا، شغل الواحد يلبس طاقية ديفراس ده لا. بتشتغلوا في مناطق صراعات، مناطق صراعات يحكمها الأمن المختلف، الاستخبارات المختلفة، الطيارات العسكرية والسياسية والفكرية المختلفة. فأنت مراقب من 50 أو 100 مؤسسة أمنية استخباراتية فكرية إلى آخره، وكل من هذه المؤسسات تصنفك. أوعى نفتكر أن المنطقة على الحدود في أي مكان في منطقة صراعات، منطقة صراعات هي منظورة بالميكروسكوب. فالمقتل عند أي جمعية هنا هو المال، كيف ينفق المال. سهل أن أنا أجمع مال، صعب أن أنا أوثق صرف المال. يبقى إحنا ما ننتقل من الجمعية للمؤسسة، يبقى الملكية اللي إحنا كلنا أو أغلب جمعياتنا، اغلب جمعياتنا اللي هي لها صفه معينه، ها واقفه فين يا رجاله؟ 90% واقفين فين؟ هنا اهو. حتى لو كان عندهم امكانيات المؤسسه الماديه، كتير جدا من المؤسسات عندهم امكانيات المؤسسه الماديه بدون ذكر اسماء الجمعيات، لكن ما عندهمش قدرة المؤسسة الذهنية على تحولها من مؤسسة أعضاء إلى مؤسسة مجتمع، أو من جمعية أعضاء إلى مؤسسة مجتمع. وده مش سهل. أنا مش هذكر بعض أسامي الجمعيات اللي أنا أعرفها شخصيا ولا علاقة بيها، ما زالوا منذ 10 سنين يتكلموا في حكمة في عملية الحوكمة هي الجوفرنس، لأن الأمناء القدامى مش عايزين يسيبوا. أصلاً لو سبت هتضيع الجمعية، أصلاً لو سبت القيم هتضيع، أصلاً لو سبت الثقافة هتروح، أصلاً لو سقت وانت مين انت؟ ما كلنا هنموت.
يعني لو لا, لا, لا لو كان لو كان بأيدينا أن يخلد شخص كان خلد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء بعد بعثة سيدنا نوح عليه السلام 950 سنة خلاص, وما آمن معه إلا قليل. فأنت مين أنت لما تسيب حتضيع المؤسسة؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم مات وسيدنا أبو بكر مات وسيدنا عمر مات ما ضاعش الإسلام. فالحجة الواهية عند بعض المتكلسين المتحجرين المنغلقين الإنكفائيين بيمنع نمو الجمعية إلى أن تصبح مؤسسة, وبيمنع خير المجتمع من أن يدخل مؤسسة. من يدريك لعل هذه المرأة أو هذا الشاب عنده من الفكر والقدرة على أنه يعمل أحسن مني أنا بمئة مرة. صح, أجيال تتعاقب وأفكار ورؤى وثقافات مختلفة عشان تبني وتكمل في الايه في البناء. فهنا هو بتقف هنا هو يبقى مؤسسة لو المجتمع, لو المجتمع ملكها. يعني كل المؤسسات الغير عربية وإسلامية في في في, في بريطانيا بالذات بيعملوا إعلان عن شغر وشغر أعضاء مجالس الإدارة. يقول لك أنا عايز ما عضو مجلس إدارة يكون متخصص في الإعلام, عايز عضو مجلس إدارة يكون متخصص, عضو مجلس إدارة هو يعتبر إيه, يعتبر مجلس أمناء, عضو مجلس إدارة يكون متخصص في الحسابات أو في السياسة أو في في العلاقات الدولية أو في المشاريع أو 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 إلى آخره. فبيسلموا البعض ويستلموا, بيسلموا وبيستلموا. فلذلك هم خرجوا من طور الجمعية للحرفية للمؤسسية. لو احنا يا رجالة انا هقول لكم كلمة كده وانتوا تقولوا لي ليه وانتوا اللي هتجاوبوا عليها. يعني ايه صناعة؟ حد يقول لي تعريف كلمة صناعة يعني ايه؟ انتوا ناس اهل اللغة العربية؟ تعال يا حبيبي, تعال يا حبيبي عشان الكاميرا. ها؟ يقول ايه؟ انا مش عارف فين الميكروفون بتاعك اهو. خلاص 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 مسموع الصوت ان شاء الله. تقول قول. الصناعة هي الحرفة. طيب الصناعة هي الحرفة. طيب جزاكم الله خير. كلمة صناعة اللي هي الاندستري باللغة الانجليزية معناها ايه؟ تعالى انت يا حبيبي اللابس بتاع خضرة, انت زرق, انت ايوه انت انت ايوه بتضحك انت. فين ابنك اللي كان هنا ومشي؟ ابن مين اللي كان هنا؟ هرب؟ ما ينفعش كده. انا مش عايزين نطلع عود اصلا, محتاج خشب زان وخشب بلوط. انت مين؟ مواطنة. مواطن مش مواطنة. انت شكلك مش ممكن يكون مواطنة ابدا. تفضل. يعني ايه صناعة؟ كلمة صناعة مثل ما ذكر هي حرفة الانتاج. حرفة الانتاج هي يصنع الشيء, يعني ايجاد شيء. طيب جزاك الله خير. حد تاني عرف صناعة من الاخوات او من الاخوة؟ تفضل. دير الزور. حد من الحسكة هنا؟ اكيد حد من الحسكة. انت حسكة؟ ايوه. الصناعة ايوه هي الابداع. ايوه وهي الابداع وهي خلق افعال واشياء يبدا فيها الانسان. شكرا جزاكم الله خير. الصناعة, تعريف اخر للصناعة. تعال يا حماده انت اللي كنت نايم معايا في نفس الغرفة امس, قوم يا ابني قوم. ما عندك شيء؟ طيب الاخوات يلا قولوا له الجموه بشيء. حد تاني من الصناعة يعني ايه؟ تقديم منتج جديد. انا بس هديكوا حاجة. تفضل تفضل. والله اجيب ميكروفون, خذ ميكروفون. ده حلب. ده حلب ده شهباء. هي اولا انتاج الافكار ثم تنظيمها ثم تنظيمها ثم تنفيذها. بسم الله ما شاء الله. جبت الكلام ده منين؟ انا هديكوا حاجة دلوقتي. ايه مثلا قلنا احنا مثلا صناعة الاعلام أو صناعة السينما أو صناعة الطائرات أو المواصلات, مش الطائرات, صناعة المواصلات, إيه اللي بيخش في تكوين هذه الصناعة؟ صناعة الطائرات اللي هو سوري المواصلات,
يعني ايه كلمة مواصلات؟ وايه اللي بيخش في تكوين هذه الصناعة في المواصلات؟ ابتكار افكار جديدة. المواصلات ايه هي المواصلات؟ يعني ما اقول لك انا صناعة المواصلات اول شيء تقوله ايه؟ هي ايه المواصلات اللي عندنا؟ حاجة المواصلة مواصلات يعني. ايه هي المواصلات؟ عشان بعد كده تبتدي تعملي الايه المصانع. تعالي هنا تعالي هنا. وسيلة الاتصال قصدك؟ المواصلات. وسيلة الاتصالات. الطريق للوصول. هدف يعني. يعني ايه مواصلات؟ هدف بدي اوصل للشيء. المواصلات المواصلات يعني اتوبيس. لا اقعد 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 بقى انا تعالي عشان بوكسنج. ادوات النقل. ايه هي؟ لا انا لا انا بتكلم انا بتكلم بالمفهوم البلدي بتاعي. ما انا اصلا نزلت تحت عشان انا مستواي مش من مستواكم. انتوا عليتوا بسم الله ما شاء الله. ايه هي وسائل المواصلات؟ ايه وسائل النقل؟ ايه هي وسائل النقل؟ سيارات. يا عم خليها تتكلم يا عم. مشكل. ايه مشكل دي؟ تعملي كشري ولا ايه؟ قولي. ايوه قولي قولي. سمعيهم سمعيهم. قطارات الحندور العربة. قولي قولي. كل ده بيمثل صناعة المواصلات. واضح؟ خليك واقفة ما تمشيش. كل ده وكل مواصلة من المواصلات لها مصنع بيخش في صناعتها. وكل مصنع ليه مهندس وليه حرفيين وليه مجال وليه سوق. شفت الصناعة شكلها ايه؟ في المواصلات. بحاجة يعني لو ما احنا بحاجة تمام. طبعا انا سعيد جدا. انت على فكرة قرب يا قرب ما تخافيش مش هعدك. وما تيجي نتكلم ايه بقى؟ نتكلم ان صناعة المواصلات فيها كل شيء بيجعل الانسان ينتقل من الالف الى ب، سواء كان الحمار او الحصان او الجمل او العجلة او العربية اللي كان بتكلمها الاخ دي او الحنطور او الموتوسيكل اللي هو الدراجة البخارية او الاوتوبيس او لغاية الطيارة لغاية الصاروخ لغاية السفينة لغاية كل شيء. ده انا بتكلم عليه. كلمة صناعة هي اكتر منها حرفة واكتر منها مصنع. ها واكتر منها مصنع، لان في كل شيء في صناعة المواصلات في مصنع متخصص في جزء معين. حتى في صناعة السيارات في مصنع بيطلع البودي بتاع السيارة، صح؟ اللي هو الجسم. في مصنع بيطلع اللي هو الموتور. في مصنع بيطلع الازاز. في مصنع بيطلع العجل. شفت قد ايه برضك؟ يعني لما نخش في كلمة صناعة يا اخوانا اسمها ايه؟ خش بعمق. بخش بعمق هتلاقي ان في بحار او محيطات من الصناعات اللي احنا لا ندركها. في كل دي موجودة في كل صنعة من الصناعات. في كل صنعة من الصناعات اللي بتؤدي الى عمل الصناعة المجتمعية. اقول الكلام المعقد تاني؟ اقول الكلام المعقد تاني؟ ها؟ يعني في كل حرفة بتؤدي بآليتها إلى جزء من صناعة الصناعة. واضح الكلام معاك ولا مش واضح؟ أما نكون إحنا هدفنا إن ننشئ صناعة مجتمعية أو إن ننظر إن العمل الخيري دي خافت على فكرة. لا أنت خايفة بقى أقعد هنا. خافت. أنا قلت لها كلمة كده خوفتها. مش كده برضك؟ هاتي الميكروفون. خليه معاك. انت تتحكمين في المنصه. فلو انا بنظر اللي انا عايز انشئ صناعه خيريه او صناعه مجتمعيه او صناعه اقتصاديه او صناعه مواصلات او صناعه سينما او صناعه اعلام، لابد ان انظر الى كل مكون من مكونات هذه الصناعه تحت الحرفه اللي داخل الصناعه نفسها. وما الحرفي والصانع والمهندس الا جزء بسيط من الصناعه الكبيره اللي بيمثلها حرفته او مهنته داخل الصناعه الكبيره. واضحه ولا مش واضحه؟ هلا حتى استاذ الدكتور مساله ورد مصطلح ولتصنع على عيني. يعني تعال هات. يعني الله تعال انت بقى هنا بقى انا شخصيه متكامله حسب كل الجوانب. شكرا. عم منصه يا ريس. احنا لا نريد ان نخرج. يعني نريد ان نقعد. شارك كثيرا. انها هنا قاعده. نعم. هو قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ نعم. ان هنا قاعدون؟ انا قلت ايوه هو وانت في قول كل حاجه يا ابني.
اديله ده حسكاوي ده ولا مش حسكاوي؟ هذا حلبي حلباوي. اه طيب يعني هو فعلا ورد مصطلح في القرآن الكريم ولتصنع على عيني. معناها ايه؟ يعني ان الله سبحانه وتعالى قد ربى واجتبى واصطفى الانبياء فجعلها شخصيه يعني هي في اعلى درجات الكمال بحيث ان تؤدي الرساله الالهيه للبشر. طيب فهي صناعه يعني صناعه رجال. انا موافق معك. نعم. لو خشنا الجسم البشري زي جسمك او جسم ده هنلاقي في ايه؟ هنلاقي في قلب وفي كبد. نعم. وفي رئه. نعم. وفي مخ وفي عين. نعم. وفي جهاز اللي هو العمود الفقري والجهاز العظمي كله وفي جهاز دموي وفي حاجه كل جزء من هذا اللي في الجلد كل هذا بيكون صناعه الجسد. شفت بيكون ايه؟ بيكون دي. لكن كل جزء منهم مصنع لوحده وعمليه التكامل او اللي هو السنكرونس يعني ايه اللي هي يعني التوافق في تيسير الانسجام في تيسير عمل كل عضو من اعضاء هذا الجسم من خلال الصناعه هو صنع لوحدها. يعني نحن نفهم من خلال هذا التدرج في العمل الخيري والانساني. أيوة. بحيث انه يصل الى الصناعه. فربما في الاطوار الاولى. أيوة. هو قد يعني ألم بجانب. آه. بجانب. آه. بجانب رب حتى يكتمل في عند الهرم. آه. بحيث انه اصبح شمولي. بسم الله ما شاء الله بحاجيات. ابوس راسك. الله انا اللي ابوس انت ما تبوسش. بس انا عايز اقول لكم ايه؟ عايز اقول لكم ايه؟ لو انا نظرت وانا هنا بالفطره ان انا عايز انشئ صناعه هتعدى كل هذه المراحل. لكن لو انا نظرت ان انا عايز انشئ جمعيه ممكن اقف عند التقليد. ده الفارق. انت دلوقتي لما نرجع نشوف اللي هم ابداع العلماء المسلمين خاصه تفننوا في العلم التطبيقي سواء كان في الطب او في الزراعه او في المياه او في كذا او في كذا او في الهندسه او في الجبر او في الهندسه كل الحاجات دي كلها كل منهم كان يسعى إلى اكتشاف حقائق العلم ولم يسعى إلى اكتشاف نفسه أو كتابة نفسه في التاريخ. فذلك ربنا فتح لهم بطون وأعماق وأفاق العلم اللي خلدهم إلى يومنا هذا. فكل واحد منهم كان بينظر نظرة بعيدة كيف يخدم الإنسانية من خلال تخصصه اللي اكتشف الدورة الدموية واللي اكتشف الصفر واللي اكتشف كذا واللي اكتشف كذا واللي اكتشف كذا. ليه؟ لأن كل واحد فيهم كان واقف على قاعدة إيمانية ليخدم الإنسانية من خلال التخصص بتاعه. فلذلك يا شباب لو احنا بصينا ان احنا نريد ان ننشئ صناعة إنسانية وصناعة مجتمعية هننشئها. سنضع لها السياسات وسنضع لها الأطر وسنضع لها القوانين وسنضع لها الهياكل وسنضع لها النظريات. الآخرين سبقونا مش حرام بالعكس احنا نحييهم ونقول جزاكم الله خير. لكن ما نبقاش احنا تابعين أبدا الظهر أبدا. معايا؟ أبدا. نبني على ما حققه وأنجزه الآخرين أو الآخرون حسب اللغة العربية نصب ولا جر. أيوه. ها؟ نبدأ من حد تاني. نتمنى ما نرجعش للصفر تاني ونقعد نتخانق مع بعض وأنت تبص لي وأنا أبص لا. فلذلك في أي شيء وخلي بالك الصناعة دي مالهاش آفاق. أيوه. مفتوحة. العلم مالوش حدود مفتوح. المعرفة مالهاش حدود مفتوحة. أيوه. كما إحنا مثلا في المصطلحات الشرعية عندنا مثلا مقلد. ايوه. عندنا مجتهد مقيد. كلم الناس ما تكلمش. ايوه. مجتهد مطلق يعني بحيث كلمهم مش انا مش دعوه انا مش واقف انا اهو. ايوه كذلك هذه يعني على نفس كلمهم مفيش فايده يا عم. بص للجمهور. انا عادي يا عم. بص للجمهور. بس هنا يعني هو المقصود هنا كما فهمنا من الدكتور يعني ان يعني هو التدرج في العمل كما انه الانسان لابد من تطوير نفسه حتى يصل الى صناعه الامر يعني وصناعه. أيوة. العمل الخيري الذي يحيط باحتياج الناس او احتياج البشريه بكافه الجوانب العلميه والتربيه والاغاثه وكل شيء يعني ويكون هو مبدع ومتجدد. نعم جزاكم الله خير. ها وضحت الفكره يا شباب. يبقى انا هدفي
بفطرتي ان اصنع صناعه. كان ذكرت مش عارف بقى امبارح ولا النهارده ولا فين، واحد ملخبط الجو وعنده دلوقتي، ان من 30 سنه او من 5 يعني هقول لكم حاجه، صلوا على النبي. بعد ما سجلنا الجمعيه في 89 كان شخص كده مخه ضارب بدون ذكر اسمه، مخه ايه هتعرفوه انتوا بعد كده، مخه ضارب ها الشخص ده مش ما كانش رئيس جمهوريه، كان بيقعد في الطياره يعلم على كل مدينه عايز يفتح فيها مكتب. اتفتحت المكاتب دي كلها خلاص، بالرغم لكن لا في مكتب اصلا ولا في ميزانيه ولا في استراتيجيه ولا في اي شيء. كان هدف الشخص ده ومجموعه من الاشخاص دول انهم يدعوا المكان ده في كل حته في العالم. اصبح موجود، اصبح موجود، اصبح موجود. كان اصل الهدف بالفكره مساعده الفقير بعد المجاعه اللي كانت حاصله في افريقيا في 1983. ما بنضرب الامثله دي كلها انت تطلع الى ان كيف تخدم العالم وكيف تخدم الانسانيه بفكره جديده. ده اللي احنا بنتكلم عليه في منطوق الصناعه. اعتقد ان انا ايه تقريبا خلصت دلوقتي، وعايز كنت لو في اي حد عايز يعقب او يدلي ها او سؤال او انا جاهز. تفضلوا، اسئله، تعقيب، تعليق، اي شيء. انتوا تعبتوا ولا ايه؟ لان لسه بسخن. ام كلثوم كانت تاخد الوصله الاولانيه ساعه والثانيه ساعه والثالثه اديني من وقتك ساعه، ساعه واحده يا حبيبي. يا عم انتوا ما بتغنوش في سوريا؟ تعال مش هغني بس. طب ما اي حاجه اقول دكتور لو سمحت، بس ممكن يعني تعطينا فكره عن الهيكليات، يعني كيف الواحد ممكن يهيكل جمعيه من ناحيه الهيكليه الاداريه، يعني الاسس الرئيسيه والنظاميه لهيكله اي جمعيه. حاضر، امسح دي خلاص. بدي اسال سؤال عندي. ها؟ خليني اجاوب. معلش، عايز اسال سؤال عندي؟ هو كنت بدي اسالك بس عن الفتره الزمنيه بين كل مرحله ومرحله. على حسب، هو طبعا ما فيش حاجه بتطلع تتسلق كده سلق، واخد بال حضرتك؟ يعني الفتره دي موجوده خلاص. الفزعه بتعملها في اي وقت، لو انت حسيت بحلاوه الفزعه تبتدي تحولها الى مبادره والى مشروع والى عمل موسمي الى اخره. ده ممكن ياخد لك 3 4 سنين. 3 4 سنين توصل للجمعيه. ممكن تاخد كده، ممكن اقل من كده. بين جمعيه ومؤسسه؟ لا، ودي هنا العقده. هنا لو ده في معناه ايه؟ في معناها ان انت كيف هتسيب الكنترول للاخرين. دي ممكن تاخد لها 20 سنه. قناه الصناعه كمان بلاشين. ما انت عشان توصل لدي لابد تحل المشكله دي. المشكله دي فيها الانا. فيها ايه؟ فيها الانا. لا اريكم الا ما ارى ولا اهديكم الا سبيل الرشاد. فيها الانا، فدي اخطر منطقه. ممكن انها تكون تعمل جمعيه من اجمل الجمعيات لكن تقف خلاص. مش قادر تتنازل. يعني انا شفنا جمعيات كثيره في بريطانيا كانت رائده في السبعينات، رئيس مجلس الاداره رفض انه يسيبها. مات الجمعيه، مات، ما تحولتش خلاص. كان يجي لها كل الناس من كل صوب وحد، واصر ان يقعد فيها الى الابد لغايه ما مات، مات مع الجمعيه. فلذلك يعني اذا ان اردت لفكرتك ان تنمو فلا بد ان تملكها لمن بعدك. للاسف انا لما اكون ماسك الفكره بحبها من الحب ايه ما قتل، ماسك الفكره كده وقافل عليها فبتموت خلاص. فكره جميله لكن خلاص، عشان احنا ما نزعلش الراجل ده او المراه دي في بنمشي. انا كنت حتى وانا جاي عشان بنعمل تاسيس جديد لدمج جمعيتين مع بعض، المنتدى الانساني وجمعيه ثانيه اسمها بيت الزكاه. فاحد اعضاء مجلس الاداره هو اخ مسيحي كان رئيس الصليب الاحمر البريطاني، فقال لي انا هديك امثله اللي حصلت. واحده اسمها كذا كانت عامله جمعيه، رفضت انها تسلم الجمعيه لحد لغايه احنا ما طردناها من الجمعيه. طردناها، يعني ده كمان مش بس عندنا في المنطقه العربيه وكذا، لا طردناها من الجمعيه لانها كانت طردوهم. المرض عام. المرض عام طبعا. ما كنا نعتقد فقط لا 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 لا، المرض عام.
بس هم دلوقتي تخطوا المرحلة دي كلها وأصبح عملوا سياسات تجعل المرض ده يقل. يعني. ها؟ احنا بنصنعه. على يعني هو احنا عايزين هذه الهيكليات والسياسات اللي ممكن كيف تتحول الجمعية الى فخلاص وضحت دي امسح ده بقى الهيكلية المثالية اي هيكلية بتعتمد على قدرة الجمعية عن النمو الرأسي والافقي. كلام تخين ده مش كده، انا بقول كلام عشان محدش يفهمه فافتكر ان انا عندي حاجات مش محدش انا عارفها، وده اغلب شغل الكونسلتنت بيقولوا كده كلام تخين يتعمل مره واثنين وثلاثه فالناس تبقى قاعده عامله كده، لكن هو كلام انتوا كلكم عارفينه بس ايه بتندهشوا وتقعدوا تسقفوا تدفعوا فلوس وبعدين بعد كده ايه تقول الله طب ما احنا عارفين الكلام ده. انا قلت ايه الكلام اللي انا قلته؟ نسيت. شوف بيقول لك نسيت ازاي؟ الهيكليه المثاليه تعتمد على مدى نموك ونضجك. النمو نموين، في نمو افقي اللي هو انتشار مجتمعي في المحافظات في المدن في الدول الى اخره، والنمو الراسي هو النمو الفكري مدى استيعابك لمشاكل المجتمع. احنا بنتكلم النهارده مع رزق عن البطاله والتوظيف، ده جزء مهم جدا مشاكل المجتمع. في جمعيه تخصصت فيه، في جمعيه قالت لا انا هاكل، في جمعيه قالت انا هشرب، في جمعيه قالت لا انا، وكل ده بيمثل نمو. فانت كلما يعني المؤسسه في الاول بتبقى عامله كده، ادي مجلس الاداره والمجلس التنفيذي لو مدير التنفيذي، ممكن يكون هنا يعني وان لاير ماليه وجمع تبرعات ومشاريع الى اخره، لكن ممكن دي بقى تبقى تنزل كده، شوف دي تبقى كده وبعدين دي تبقى كده وبعدين دي تبقى كده. كلما تخصصت في العمل في الداخل كلما زاد تعقيد الهيكل بتاعك انت حطيته. يعني مثلا انت وانت انا وانا صغير بخش المدرسه ما بتدخلني ايه الحضانه صح؟ بتعلم ايه في الحضانه؟ قول لي. الف الف باء باء تاء ثاء. لما اخش ابتدائي بتعلم ايه؟ لما اخش اعدادي بتعلم ايه؟ لما تخش ثانوي نفس الموضوع هنا حاصل عندنا في كل منحة من مناحي الحياة. فكل ما بكبر في السن وفي الخبرة بخش الجامعة، بعد ما اخش الجامعة بطلع عايز اعمل ماجستير او عايز اعمل دكتوراه او عايز اعمل ابحاث. فده التدرج الايه الرأسي، خبالك. فعندك انت النمو الافقي، لو انت عندك مكاتب في 40 دولة او 30 دولة او 20 دولة لابد تعمل نظام يتابع هذه الايه المكاتب، يتابعها ايه بقى في المشاريع وفي المالية وفي الاعلام وفي التوظيف وفي الحقوق وفي السياسات في كل شيء، لان هيطلب منك انك تجاوب عن كل هذه الاشياء في داخل الجمعية. فما فيش حد يجي يقول لك كده انت ما تعمل جمعية تعمل كده، لا انت كل ما تنمو بتعمل شيء، كل ما تنمو بتعمل شيء جديد، كل ما تنمو بتعمل شيء جديد. فانت على حسب احتياج المجتمع وعلى حسب قدرتك بتعيد هيكلة الهيكل ده مرة تانية. فالهيكل ده مش زي ما احنا قلنا قبل كده مش شيء استنبه واحدة، لا متغير. ممكن تلغي ادارات، ممكن تدمج ادارات، صح؟ يعني دلوقتي اما كنا بنتكلم لازم دلوقتي كل جمعية يكون عندها ورقة عن كيف محاربة الارهاب مكافحة الارهاب، خبالك. العنف ضد المرأة يقولك ايه سياستك، الاطفال في المخيمات حمايه الاطفال، دي اصبح دلوقتي من المعلوم بالدين بالضروره عن المؤسسات الدوليه، طبعا غير المراجعات الماليه الداخليه والخارجيه الى اخره الى اخره الى اخره، الحسابات واتكلمت فيها قبل كده والماليه الى ومين بيراجع لك حساباتك؟ هل انت بتجيب مراجع قانوني على من ابو 50 قرش ولا بتجيب يعني في بعض المراجعين الخارجيين بياخدوا 50,000 جنيه و100,000 جنيه. يعني في احد المؤسسات الحكومة عملت عليها حاجة اسمها فورنسيك اوديتنج، يعني اللي هو المراجعة المحاسباتية التشريحية، فورنسيك اللي هو زي الطب الشرعي يعني.
قادوها ناس ماليين وناس أمنيين وناس استخباراتيين، كلفت 1,000,000 جنيه. وشوف يعني كل ما تخش في حتة كل ما لها عمق آخر، كل ما تخش في حتة لها عمق آخر، يعني على حسب نموك وعلى حسب فهمك وعلى حسب مقدرتك وعلى حسب علاقاتك. يا اخواننا ما فيش حد يجي يقول لكم حاجة كده اعمل ده يبقى صح، لا غلط. المجتمع كل يوم بيتغير في اليوم 24 مرة، ويمكن في الساعة 60 مرة، ويمكن في وهكذا، والمشاكل بتتعقد وتتشابك في كل حين وفي كل مكان. يعني كنا بنتكلم واحنا قاعدين في اسطنبول عن مجتمع المدينة اللي كان سيدنا عمر بيمشي ويرجع ويلف على 50 بيت ولا 100 بيت ولا 200 بيت، صح؟ ها اديك انا، ادينا اي حي في سوريا، اي حي من الاحياء في المدينة من مدن سوريا. جميلية. ها؟ جميلية. فين الجميلية دي؟ في حلب. في حلب. كم فيها كم الف؟ 20,000. 20,000. المحافظ مش هيعرف فيها مشاكل ال 20,000 شخص اللي عاملين عايشين بس في الجمالية اللي 20,000 من 30 مليون. شفت الفرق بقى من سيدنا عمر لما كان في مجتمع الشريحة الواحدة ومجتمع الوقت اللي موجود في سوريا اللي في 2018 اللي فيه 30 مليون. فتخيل بقى كل واحد من 30 مليون عنده 5 مشاكل او 10 مشاكل او 20 مشكلة. فعلى حسب تعقيد المجتمع وعلى حسب خروج مشاكل مختلفة كل يوم والتاني، على حسب ما انت بتستجيب ليه، سواء كانت حكومة سواء كان جمعيات سواء كان قطاع خاص سواء كان باحثين سواء 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 الى اخره. فمحدش يجي يقول لك اعملها كده وخلاص، لا، انت بتغير هيكلك وسياستك وفق حاجات المجتمع. اتفضل. من هنا ياتي دور المجتمع المدني والناشطين في الاعمال هذا في توصيل مثلا مشاكل المجتمع الى ايوه. فشوف الجمال في الموضوع نقول بس عليه عشان ايه صعب اكام عشان ما نطولش عليكم، انا مش عايز حد يبقى 6 10 5 دقائق. طيب الحريه هي اساس الابداع في كل شيء. انسى بقى انا بتكلم عن مين، بتكلم عن نفسي انا، في الادب في الشعر في الفن في الثقافه في العلم في المعرفه في السفر في الهندسة كل الحاجات حرية. ليه؟ لان انت مش هتبقى قاعد خايف وانت بتطلع فكرة ان حد يجي يقول لك لا. انت الفكرة دي بتطلعها، قد تكون بتطلع عليك انت شخصيا، مش حرام، حرام مش حرام، قد يكون بتطلع على المجتمع، مش حرام. فاساس كل هذه حل كل هذه المشاكل هي الحرية في دولة القانون ودولة العدل. هتطلع كمية من الإبداع وهتتقدم على كل مكان في العالم. الفرق من بعض الدول والأخرى إن الدول هناك عملت مؤسسات تحافظ على حريات الشعوب، ودول أخرى عملت مؤسسات تقمع هذه الشعوب. فذلك دول تقدموا ودول تأخروا. بالرغم من إن المتأخرين دول مواردهم البشرية ومواردهم الطبيعية أكثر بكثير من المتقدمين. ها سنغافورة فيها ايه؟ صليت عندنا. بريطانيا فيها ايه؟ حبة بحيرة مية فيها ده فيها ده فيها ده. واليابان كذلك وغيرهم فيهم ايه؟ فيهم ان خلوا ابداع الشخص ينمو داخل بوتقة الحرية والمحافظة على بشرية الشخص او انسانية الشخص. فالشخص اخرج اعظم ما فيه من امكانات، فأصبح ذا الإبداع والتقدم وأفضح للولاء وحب الوطن والانتماء. خدت بالك؟ فده الفارق. الفارق مش في مصادر بشرية أو مصادر مادية، لا، الفارق هو وجود مناخ الحرية الذي يجعل الشخص بغض النظر عن خلفيته الثقافية أو الدينية أو العمرية أو الجنسية أنه يبدع لأنه بيحب وطنه، انه عايز يموت من اجل الدفاع عن وطنه، لان وطنه هو اللي ده الفرصه دي عشان يقف ويبدع وينتج. شفت بقى الفرق ازاي؟ طيب انا بس انا قيل لي ان انا اصمت عن الكلام كما صمتت شهرزاد بعد ان نام شهريار. شهرزاد ده كان عندكم ولا كان في العراق؟
انت كل حاجه عندكم؟ انت كنت انت ما كنتوش عارفين ها؟ صدرناها للعراق. انت بقى انت يا شهرزاد تسكتي انت بقى. في حاجه ثانيه سؤال ملح او تعليق ملح قبل ما نختم؟ التعقيب دكتور. تفضل. بالاضافه للحريه اللي تفضلت فيها المهمه في اصل الحريه ده منتج. في اي ابداع يعني هناك ايضا العلم والقراءه. هذا من الاجزاء المكمله. وهناك طبعا في احصائيه في الدول العربيه ان نسبه ما يقراه العرب من الكتب 3 ارباع كتاب في السنه. بينما اليابانيين 80 كتاب في السنه. شفت بقى؟ فهذا الفارق الذي يجعل يعني القراءه جزء من المعرفه. وكلمه اقرا في القران مش ريد. ها؟ نقرا كتاب في الشام. بسم الله ما شاء الله. صفقه. سافولها بقى الست قاعده مش محتاجه تكتب. تعالي قولها لهم كده عشان تطلعوا قدام التلفزيون بي بي سي تشوفك يختفوكي. بسم الله. مو بس انا دكتور طبعا الاخوات غالبيه الاخوات الموجودين الله يجزيهم الخير عندنا منتدى قراءه. بسم الله ما شاء الله. للشابات. كويس الحمد لله. في بدايه كل شهر ننتقي كتاب. وخلال الشهر يقرأ الكتاب وفي الملتقى الذي بعده يعني يتم مناقشة الكتاب. بسم الله ما شاء الله. أنا بقى جاهل. أنا بقرأش خالص. فيك الخير والبركة والله يجزيك الخير ويبارك فيك. آمين يا رب. جزاك الله خير. أنا لما جيت هنا عشان أتعلم وأنتوا 30 ولا 40 كتاب. فأنا قريت كلكم في نص يوم. شفت أنا ضحكت عليكم إزاي؟ ضحكت عليكم بعشوه. تعالى انت عبان عليك. انت متجوز انت مشكله. تعالى مش مشكله. ما لا مش لا هو عندنا منتدى ثقافي. خايف يا ابني خايف. انا ما بعدش. نحن عندنا منتدى ثقافي اسبوعي. كل اسبوع نقرا كتاب خاص بطلاب الجامعه خاص بالشباب لطلاب الجامعه يعني من السنه الاولى الى السنه الرابعه. اسبوعيا نقرا كتاب اسمه المنتدى الثقافي الفكري. بحب ينضم له. صلوا على النبي يا جماعه. عليكم السلام. ها تعال يا ابني انت ما اتكلمتش. انت انضم. طيب هو كلمه اقرا في القران اللي ربنا سبحانه وتعالى انزلها اول كلمه في القران على الرسول صلى الله عليه وسلم مش معناها بس اقرا واكتب. لا معناها المعرفه معناها الفهم معناها الوعي معناها الادراك معناها التعلم معناها نقل الخبرات. يعني هي موسوعه. كلمه اقرا مش ريد. هي صناعة للمخ، صناعة للمعرفة، صناعة للرؤية، صناعة للفكر، صناعة للثقافة، صناعة للوعي، صناعة للإدراك. كلمة اقرأ بس. فلو احنا حجمنا كلمة اقرأ عشان نعلم الناس من محو الأمية احنا لسه ما طلعناش. لا يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقرأ ولا يكتب صح، لكن صنع زي ما اخونا كان بيقول صنعتك على ايه؟ ربنا تصنع على عيني. تصنع على عيني ايه؟ يعني هو ربنا حط في كل محاور ومدارك الفهم والتحليل والاستنباط واستخراج الاراء والحكمه والادراك والوعي علشان يقود مجتمع. دي كلمه اقرا لوحدها. اوعوا تفتكروا ان اقرا دي تعالى يا ابني عشان نقرا كلمتين. لا زي ما قلنا كيف صناعه؟ اقرا صناعه. اقرأ صناعة. اقرأ صناعة. فضل يا سيدي الماركيز. جزاك الله خير دكتورنا الكريم. نشكر يعني باسم جميعا دكتور هاني البنا على ما أفاد وقدم في هذا اليوم الطويل يعني من المحاضرة الصباحية حول العمل الإنساني والإغاثي إلى المحاضرة المسائية حول دور الشباب في المجتمع. شكرا جزيلا دكتور. الله يبارك فيك على جهدك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب ذلك في ميزان حسناتك جميعا حسناتنا جميعا إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا يا إخواني وأخواتي الكريمات على حضوركم وشرفتونا. وإن شاء الله على يعني لقاءات قادمة إن شاء الله يشرفنا الدكتور في يعني في ايام انا 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 دعوت نفسي الى أرفع. الله يجزيك الخير. حبوت الي حبوا. الله يبارك فيك يا دكتور ان شاء الله وعلى امل اللقاء بكم ان شاء الله في ايام قادمه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله. جزاكم الله خير.